عنده فلوس خليل بيقول لي احنا عندنا كرامتنا اللي احنا عندنا من فلوس الدنيا كلها ودي اللي بقى يالنا. وانا رايح ب 600 راجل وهو عارف كده كويس، بمليون راجل. انا ما خليتوش يلمس شعره من دماغي بقى لي معاه قد ايه. انا مرة في مليون راجل فما يفتكرش ان الدنيا سايبه. بص بص يا ست كل تعليماتك ايه والثاني انا حاسس يا تقبرني. هو خايف عليا، ما هو سمع تهديدات تهديدات وهسجنك وهعمل لك وهلبسك تهم، ما هو سامع كل حاجة يا بابا. كان في العربية معايا كرامتي والله العظيم انا طول عمري عايشة في رفي، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا عارف الكلام ده. انا طول عمري خلدان مدمرة حياتي كلها، بقول لا للغلط وبقول لا للناس اللي عايزة تهدي كرامتي، اقسم بالله العظيم وربنا شاهد عليا لو كتب لي، ربنا شاهد عليا لو يمكن اعيش يمكن اموت يمكن. انت يا انسان شاهد على اللي هيضل. كل ده عند ربنا، كل ده عند ربنا، هو شاهد. عشان تيجي انت يا شاب تعرف فينا كده، انت من ايدك انت 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 اللي شايلاك حطاك قدام الدنيا كلها وعاملاك قدام الدنيا كلها ان انت بتعمل فيا بسكت والله العظيم. ولا لغايه دلوقتي ما فتحتش التليفون قلت لبابا اللي حصل عشان افطر عليه. مش عايز اكبرها بس الموضوع كبير، الموضوع كبير، الموضوع كبير. ربنا يسهل ويتحل الموضوع. سيبيني هكلمك كمان شويه صغيرين. بيقول لي عايز احبسك 10 سنين، وصلت يبعت للبوليس ويحبسني 10 سنين بالتهديد كده. قلت له انا ظلمتك في ايه؟ انا عملت لك ايه؟ اجنيت فيك في ايه؟ جيت لي من اول حياتي لاخرها؟ انت على علمك كنت بقول له مش عايزاه كم مره ويرجع. مش انت توثقت لي كم مره عشان اقبل فيه؟ عشان افتح التليفون اكلمه. طب ليه بتعمل فيا دلوقتي كده؟ مش حرام؟ مش ظلم؟ طيب سيبيني هتصل بيك كده يا سو. مع السلامه. الكلام دوت ما انا طالع علشان اكلمك في الكلام دوت، لازم يبقى الموضوع كلام في نقاش. هنعمل ايه؟ نتصرف ازاي علشان العمليه ما تكبرش؟ الموضوع لغايه بكره وبعدين علشان انت تفكري في اللي انت عايزاه او اللي يناسبك. طبعا انا مش هقدر اقول هو الكلام ده يا دودو. انا مش عايزه حاجه منه خلاص، انا مش عايزه حاجه منه، انا كفاياني اللي وصلني منه، انا كفاياني قوي اللي شفته. ما هتسمعي بقى الكلام اللي انت فاهماه. طب انا ما هو مش كل حاجه بالاجبار. لا مش كل. يا يبقى بص انا مستنيه بقى مستنيه، وانا برضو هقول اللي عندي وهقول ده عمل كده ليه وهقول ده وده ايه وده ايه. انت ما تجيش تديني حاجه وفي الاخر تيجي تقول لي تعالي هاتيها، ما تديهاش من الاول. مش تيجي تتحايل عليا تتحايل عليا تتحايل عليا وفي الاخر تيجي تقول لي ها هتعمل اللي انا عايزه ولا ها. وده بيهددني في البوليس وفي السجن، اروح اقعد في عقر داره باي عقل. وبعدين بص هقول لك ليه انا ما رحتش البيت، وهقولها لك بامانه واقسم بالله ما بكذب. انت عارف انا خارجه عشان اروح البيت، عارف بيتكلم وانا في المطار لسه ما خرجتش بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت هتروحي بيت الكيبه مش هتروحي بيتك؟ طب ما تروحيش بيتك وشوفي هعمل واسوي فيكي ايه؟ قلت له طب ما دام انت بتهدد انا ما كنتش ناويه اعمل كده، بس ما دام انت بتهدد وبالغصب عايزني اروح بيتي يبقى انا فعلا مش هروح بيتي يا هشام. ودي قلتها له. ودي انا لا كلمتك. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اخوكي، اصل اخوكي قال لي ان انت رايحه الجيزه. قلت له اخويا قال لك كده حتى بالاماره وانا خارجه وخليل واقف قدامي وكان هشام في التليفون. قلت له يا خليل انت قلت لهشام ان انا رايحه ولا كلمت حد وقلت له ان انا عايزه اروح بيت الجيزه؟ اقسم بالله العظيم ده اللي حصل. فقعد يهدد وقدام السواق قدام عم ابراهيم. انا بحترمه وبجله برضه، راجل محترم مش معناها سواق يبقى انا بحترمه جدا. فقلت له فعيب يعني عيب تكلمني حتى لو قدام اخويا كده بالشكل ده. فانت قلت انت بتكلمني قدام الناس بالشكل ده، بتهددني قدام الناس وبتعمل. طب ما دام انت بتهديد ومش طرفه. اخويا بيقول لي هو ماله بيقعد؟ انت دلوقتي غصب عنك هتروح وهتقعد والا هوديك حامل وصوتك ايه؟ انت هتكون رد فعلك ايه؟ طب ما انا من الاول مش ناوي اعمل كده، انا مش ناوي اعمل كده. ليه الافتراء ده؟ وعلى وتهديد يا بابا تهديد. ليه بتهددني؟ يعني انا ست ضعيفه وانا قاعده غربه وانا ماليش حد غير ربنا وهو اللي ساترني، تقعد تهددني عمال على بطال؟ ده باي حق وباي دين؟ مش حرام؟ مش حرام؟ ده من عند ربنا، ده يجوز من عند. افرض انا عامله اللي عمايل اللي ما اتعملش، بتهددني في عشتي ولا في سكني؟ ده انا ستري بيتي، بتهددني في سكني وعايز تنكل فيا عايز ايه؟ انا ما بقتش عارفاه عايز يركن وبيقف هو ماله والدي. قلت له لا معلش يا خليل معلش هو يمكن عشان يطمن علينا. رجع لي لا مش معقوله. راح قرب لوليد وركن. انا اقسم بالله ما فتحت بقي مع وليد. قرب وركن ورا وليد، لقى وليد نزل وبيعمل نفسه بيعمل ايه بقى الوسخ التاني ده، بيلف حوالين العربيه.